اتفضل. ايه فريد؟ نروح على طول ولا تحب نعدي على التياترو شويه؟ لا ده ولا ده. طيب تحب ندخل سينما؟ انت هتقلقني عليك ليه يا فريد؟ بلاش يا عزيزي، انا كويس. انت بس لما تروح بلغ عايده ان عندي عمليه هتاخر شويه. اروح؟ انت بتطرقني بالذوق يعني. بعدين هي مش العمليه دي خلصت خلاص؟ بلغها كده بس. اه طيب، وتحب ابلغها العمليه تخلص الساعه كام؟ ولا اقول لها ان انت محتاج تبات مع العيان عشان تطمن عليه؟ بطل غلبه والحق روح قبل ما الست الوالده تستحوقك وتعمل لك قهر مجلس. هبلغ عايده. سعيد سعيده.